فقرة جدا حلوة، وأنا كمان ناطر لحتى أعطيكم هالأفكار الحلوة لكل عطلة نهاية أسبوع مع كل اللي بتحبوهم. لهيك خلينا نبلش مع بعض مثل ما عودناكم دائما بجولة حول أهم الفعاليات اللي عم تصير بعدة دول عربية. نبتدي مع كل مشاهدينا في المملكة وتحديدا مع مهرجان الغذاء بالفصحى في الرياض. راح يطلع عليكم القيصر كاظم الساهر مع عدة نجوم عرب على مسرح أبو بكر سالم، وهالحفل من تنظيم وزارة الثقافة وراح يمتد على ليلتين ابتداء من غدا الجمعة 20 مايو على الساعة 9 مساء. ومنتابع مع حفلات موسم جدة وتحديدا مع حفل الفنان أحمد سعد وعدة نجوم على مسرح ليالينا في جدة يوم السبت 21 مايو على الساعة 8 مساء. وأخيرا في العاصمة بيروت تحيي الفنانة هبة طواجي حفلا غنائيا مع الأوركسترا للموسيقار أسامة الرحباني على مسرح فورم دو بيروت الأحد 22 مايو على الساعة 8:30 مساء. أما حاليا ننتقل مع بعض لنشوف شو هي أحدث المهرجانات عند عدة دول عربية. عن جديد يا هدى، هلا والله وسهلا، وافتقدناك يعني كثير، افتقدنا المخططات يعني. انا صراحه خططي ما اسويها يا طارق، عندي مشكله يعني. الحين انت لازم تعطيني خطط لنهايه هذا الاسبوع، لانه فعلا انا هذا الاسبوع احتاج ترفيه. تكرم عينك، يلا. ما عندك شيء؟ ما عندي ولا خطه. طيب خلينا نبلش مثل ما عودنا مشاهدينا اللي حابين انه يقضوا عطله نهايه الاسبوع بالبيت لهالاسبوع. كثير حلو انه نحن نتعلم مع بعض حرفه جديده او نعمل تجربه حتى نعمل نشاط جديد مع الوراد، والفكرة للأسبوع هي الرسم، ففينا نستعين بحدا خبير بالرسم وهيك بنعمل تحدي مين بيعمل أحلى لوحة مع كل العائلة. وخلال هالوقت دورك يا هدى لحتى تفرجينا قديش شاطرة بالرسم. تحدي حلو، فكرة حلوة. في عنا هون بول فيه مجموعة من الأوراق مكتوب عليها أشياء، فجربي، أنا بدي أختار ورقة وأنت ورقة ونشوف مين بيعرف يحذر الثاني. يلا هاتي لنشوف. ضربت على وتر يعني. طلعت لي واحدة سهلة ولا أسهل؟ يعني أنا بقى. شو هاي؟ مصاري؟ يا ريت والله. شو هاي؟ ما عرفتها. لا لحظة، هي كاميرا. لا ما حذرتي والله يا ريما. كاميرا. كاميرا منيحة. أنا طلعت لي واحدة كاميرا يعني. بدي أكتبها كتابة. شو فيها؟ أوكي، أنا أحسب رسمة. تقولي ارسمي. لا لا ارسمي ارسمي. أنا ما فيني إني أرسم إم بي سي. كيف بدي أرسم إم بي سي؟ أوكي، لا كذا ترسم إم بي سي. هاتي لنشوف كيف حتطلع. ايوه صح، شفتي كتابه مظبوط. طيب خلال هالوقت ما بدنا نتاخر على مشاهدينا، خلينا نروح مع بعض ونشوف ونخبركم وين رحنا لهالاسبوع وشو هو النشاط اللي فينا نعمله مع العائله. يلا. أنا حالياً موجود ببترفلاي جاردن بحديقة الفراشات بدبي، هالمكان اللي عم بيخليكم تتحدوا مع الطبيعة وترتاحوا شوي بعد فترة من الأعياد والمغامرات والسفرات وكل هالأمور الحلوة. فخلينا نشوف مع بعض قديه هالمكان ممكن يبعث لكم سلام وممكن يحسسكم بالهدوء. حاليا فتنا على هاي الاوضه لحتى ناخذ فكره اقرب ونظره لكل الفراشات اللي جايين من الفلبين، وتحديدا اكبر فراشه بالعالم فينا نشوفها هون. او اذا مبينه على الكاميرا هاي الفراشه، هي اكبر فراشه بالعالم. كمان بنفس الوقت فينا نشوف كيف الفراشات عم ياكلوا هون، وقال انه اكلتهم المفضله هي البرتقال والموز. معلومة جدا حلوة هلا سمعتها، انه هدول الفراشات الصغيرة اللي شفناهم بيعيشوا لمدة اسبوعين لثلاث اسابيع فقط، اما بالنسبة للفراشة الكبيرة النادرة واللي ما في منها كثير بتعيش لمدة سبعة ايام بس، لانه هي ما عندها الحساسات لحتى تقدر تاكل، فهي بتاكل وبتتغذى فقط بالمرحلة اللي بتكون فيها دودة. نحن هلا جينا على المنطقة الثانية، هالمكان اللي فيه كمية فراشات أكبر مثل ما نحن شايفين، وكمان بيتميز بوجود ثاني أكبر فراشة بالعالم واللي اسمها كاليجو، وهي جاية من منطقة الكوستاريكا.
وبيقولوا انه هي هي احلى فراشه بالعالم فعلا، لانه لونها ازرق وجدا مميز، وتحديدا هي هي منطقه الراحه بهذا المكان الحلو. المكان بيفتح على طول السنه، وفعلا مع وجود كل هالنباتات حسسنا بالراحه والاكسجين والفريشنس مثل ما بيقولوا. هلا صار دوركم تجربوا هيك مكان وتشوفوا قد ايه مفيد لكم. بتعرف هي اول مره انا بشيل الوحده حياتي. غادة شو رسمتي بس؟ رسمت سيارة بس لايت فوت تراك. يعني تصلع عرفت ذكرتني حاسسها باص. لا فوت تراك هاي. تلفزيون. تلفزيون سهلة. شو رأيك بالباتر فلاي؟ والله مرة حلوة صراحة، تناسب كل العوائل اللي عندهم أطفال، خاصة في هذا الجو الناس وين بيروحون، وفي ناس كثير يجون وما يعرفون يعني ما ودهم يروحون مولات وكذا، فعندهم جدا مناسب للراحة والأكسجين بهيك مكان جدا مفيد.